دي رسالة حبيت أقولها لكم في البداية، وإن إحنا نبقى مطمئنين ونبقى يعني سعداء وبنستمتع مع بعض. وليس معنى ذلك إنه أبنائي يقولوا إيه طب خلاص بقى ما نذاكرش المقرر ده، لا المقرر ده يعني لا ما ترميش طوبته، تعلمه، لأنه فهمك له هيفيدك في حياتك بشكل عام. فهمك لهذا المقرر هيفيدك في حياتك بشكل عام. إحنا باقي عندنا يمكن في حدود يعني ربما 5 أو 6 محاضرات، زي ما قلت لكم هخصص منهم 1 أو 2 على الأقل عشان نعمل فيها عملية مراجعة وتدريب على الأسئلة، لكن هيبقى أمامنا كمحاضرات أو كموضوعات عندنا الوظيفة الأخيرة في الدافعية في الإدارة، وهي وظيفة الرقابة، وربما تستغرق مننا 2 لقاء، ثم وظائف المنظمة وقد تستغرق مننا 3 لقاءات. ده لكن ان شاء الله تبقى الامور بسيطه، وهي موضوعات سهله وميسره وبسيطه ان شاء الله، وهنشوف الاسئله بتيجي ازاي وكيف نتعامل معها. ارجو ابني العزيز فيصل يكون اللي هو نقل لي الرساله النهارده الصبح، انا بحييه بشكره على الادب والذوق اللي هو يعني نقل لي بيهم مشاعركم، وارجو ان انا اكون وفقت في ان انا يعني اطمئنكم كل الاطمئنان انه بكل تأكيد انا في صفكم وحريص عليكم، وسأكون اسعد الناس بنجاحكم وتميزكم فيه. ماشي الكلام ابنائي وبناتي؟ ماشي الكلام. اللي عاوز اقول لحضراتكم كمان، وانا يعني هنزلها لكم، لكن هم لسه النهاردة اعطوني رقم جوال خاص بيكم، اكتبوه عندكم 0540 730 822. هقوله تاني 0540 730 822. ان شاء الله في اخر المحاضرة برضو هكتبه لكم وهنزل لكم اعلان بيه، وحدد لكم مواعيد التواصل عبره معي، يبقى له مواعيد وتستطيعون التواصل معي لو في اي اسئلة ان شاء الله. نأتي الان الى موضوعنا، وهو الموضوع ده خلي بالكم عشان تبقى مخك ماشي احنا 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 شغالين ازاي. اول حاجه نخلي بالنا انه احنا بعد ما اتكلمنا في الاداره ومفاهيمها والى اخره، بدانا نتكلم عن وظائف الاداره، واتفقنا ابنائي وبناتي عندنا كم وظيفه، عندنا كم وظيفه فاكرين؟ وظائف الاداره قلنا بشكل تقليدي كام؟ 4: تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابه. احنا انتهينا من التخطيط والتنظيم، ونحن الان في وظيفة التوجيه. وظيفة التوجيه وجدنا انها دارت معنا على 3 محاور اساسية، على 3 محاور اساسية. المحور الاولاني كان بيتكلم على القيادة، كان بيتكلم معنا على القيادة، وتناولنا القيادة ونظرياتها وتفسيرها. والمحور الثاني كان يحدثنا عن الاتصالات الادارية، وده كان موضوع لقائنا السابق. والمحور الثالث او الموضوع الثالث في هذا في وظيفه التوجيه اللي هو موضوع الدافعيه، موضوع الدافعيه. طيب الدافع هنا والحوافز دي احنا عاوزين نفهم ونفسر سلوك الانسان، نعي ونفهم ونفسر سلوك الايه؟ الانسان. واحد بيقول لي الله طب والتنسيق؟ ما هو التنسيق ده هو لب العملية التوجيهية، وهو عملية مكملة وبتدور، وشفنا هي مرتبطة بالتخطيط ومرتبطة بالتنظيم ومرتبطة بالتوجيه في كل المراحل في عملية التنسيق، عشان كده ما حبيتش ان انا اقول انها جزء من التوجيه فقط. بعد ما ننتهي من الدفعية زي ما قلت لكم يتبقى لدينا الوظيفة الرابعة اللي هي وظيفة الرقابة. احنا بقى فيما يتعلق بالدفعية اريد بعد ان ننتهي من هذه المحاضرة ان حضرتك يعني هتتحقق هذه الاهداف. نمرة 1 ان تستطيع ان تعرف الدافعيه. ما معنى الدافعيه؟ كمصطلح وكمفهوم. وبرضه قبل ما اكمل وقبل ما ندخل في الموضوع هتفتكروا انه احنا بالنسبه لنا مفاهيمنا في الاداره بتبقى فيها نوع من الايه؟ نوع من الحوار ونوع من النقاش ونوع من المساهمات، بمعنى اننا لا نستطيع ان احنا ننتهي الى مفهوم واحد فقط. المفاهيم المتعددة بتخلينا نتعرف على عناصر متعددة وننظر الى الموضوع من زوايا متعددة. فاحنا عاوزين نعرف الدافعية، وطبعا احنا بعد ما بنشوف كده
بشكل بسيط قوي ايه اللي موجود، بننتهي الى تعريف محدد بالنسبه لك. الهدف الثاني ان حضرتك تتعرف على انواع الدوافع، وهنجد ان هي انواع متعدده وكل واحد منهم له مغزى وله مضمون وله مدلول وله امثله معينه. عاوزين نتعرف على هذه الدوافع. الهدف الثالث عاوزين نتعرف على نظريات الدوافع. يعني ايه ابنائي وبناتي نتعرف على نظريات الدوافع؟ الدافعيه دي القضيه كلها نحن نريد ان نفسر سلوك الانسان. يعني بنسال نفسنا سؤال، لماذا يقوم الفرد بهذا السلوك بهذا التصرف؟ عاوزين نفهم، لان لو فهمنا نستطيع ان ننتقي دائما الاساليب والوسائل التي تمكننا من ان احنا نتعامل ونوجه الفرد عشان نحقق الاهداف التي نسعى اليها. يبقى على هذا الاساس اجتهد العلماء والباحثين ووضعوا نظريه، فالنظريات دي عباره عن مجموعه من الافتراضات في ظروف معينه، لكن هدفها الاساسي ايه؟ انها تفسر ظاهره معينه. يعني لما اقول نظريات القرار يبقى عاوز اتعرف على تفسير القرار كظاهره. لما اقول نظريات القياده اذا بفسر سلوك القاده. لما اقول نظريات الدوافع يبقى انا بفسر الدوافع والمحركات والمحفزات التي تجعل الانسان يسلك سلوك معين. يبقى كلمه النظريات دايما كده ابنائي وبناتي احنا بنهدف من خلالها الى ان احنا نعمل ايه؟ الى ان احنا نعمل عمليه تفسير للسلوك. بعد كده بنحاول ان احنا كما جرى العرف فيما بيننا ان نتعرف على الدافعية من المنظور الاسلامي. يعني بنشوف بقى ايه التراث بتاعنا والثقافة بتاعتنا والقيمة التي تحكمنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يكون هناك نظرة وتأصيل لفكرنا الاسلامي ولعقيدتنا الاسلامية ول تراثنا الاسلامي، وكيف عالج هذه القضيه، وازاي ان احنا كيف نستطيع ان نعتمد على هذا المنظور او هذا التراث في توجيهنا لسلوك الافراد الذين يعملون معنا في منظماتنا المختلفه. واضح ابنائي وبناتي ما هي الاهداف المختلفه من دراستنا، الاهداف التعليميه من دراستنا لهذا الفصل؟ نبدا بقى على بركه الله. القضيه الاساسيه ان احنا عندنا تساؤل معين كل واحد مننا، يعني لما نيجي ننظر الى اي منظمه او خلينا بعيد عن المنظمات بشكل عام، انتوا حتى كمجموعه طلاب دارسين معنا بتجدوا انه الجهد بتاعكم بيختلف والاداء بتاعكم بيختلف. يعني اداء فيصل بيختلف عن اداء عبد الجليل، اداء مثلا نقول ساره بيختلف عن اداء رقيه. الامور ايه؟ بتختلف، الجهد بيختلف، الاداء بيختلف، النتيجه بتختلف. برغم انكم كلكم ايه؟ برغم انكم جميعا بتدرسون مقرر واحد في ظل ظروف معينه في نفس الكليه مع نفس الاستاذ. لماذا؟ لماذا؟ فبنقول والله كل منا لديه دافع معين. يعني بالتاكيد فيصل الدافع بتاعه يختلف عن عبد الجليل، الدافع بتاعهم هما الاثنين يختلف عن ماجد. بينما ايضا ساره دوافعها تختلف عن دوافع، انا ما اعرفش مين ساره ومين فيصل، انا بقول اسماء يعني. ساره بتختلف دوافعها عن عن سلمى، تختلف دوافعهم عن رقيه، وهكذا. اختلاف الدوافع هو الذي يؤدي الى اختلاف الجهد واختلاف الاداء واختلاف النتيجه اللي احنا بنحصل عليه. ومن ثم فإن اختلاف دوافع الأفراد عن بعضهم البعض، بل ده مش بقى إيه؟ مش سارة عن رقية ولا فيصل عن عبد الجليل، لا ده فيصل يختلف دوافعه مثلا الآن عن دوافعه أول أمس، دوافعه أول أمس تختلف عن دوافعه العام الماضي أو عن دوافعه في العام القادم، يعني الإيه؟ بتختلف دوافع الفرد باختلاف الزمان نتيجة اختلاف الظروف. وعشان كده احنا بنجد انه سلوك الانسان ما بيبقاش مبرمج، ما بيبقاش مقولب، بمعنى انه يعني يختلف عن مثلا المواد الماتيريال الحاجات الجامده. يعني دايما بالزمان المثال اللي اديه لكم بقول لكم اجيب وحدتين هيدروجين مع وحده اكسجين، لازم تديني وحده ميه، لازم تديني وحده ميه، لا يمكن تديني حاجه ثانيه. وحدتين هيدروجين مع وحدتين اكسجين لابد يدوني وحده ميه.
في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان وتحت اي ظروف هو ذلك. لكن انا بقول بقى انه لما بيبقى في موقف معين، معالجه معينه بموقف معين، هجد انه معالجه فيصل سوف تختلف عن المعالجه التي يقوم بها عبد الجليل. بل لو مسكت فيصل نفسه معالجته اليوم لهذا الموقف ستختلف، او بنجد انها قد تختلف عن معالجته لنفس الموقف في ربما فتره ايه مستقبليه، او يختلف عن الذي تصرف فيه في فتره ماضيه. هذه الاختلافات لماذا؟ هذه الاختلافات لماذا؟ احنا بنقول دوافع الفرد بتختلف، اهتمامات الفرد بتختلف، اولويات الفرد بتختلف، ومن ثم يختلف السلوك او يختلف النشاط. لكن بتواجهنا هنا معضلة شديدة ابنائي وبناتي، اللي هي ايه؟ صعوبة ملاحظة الدافعية. يعني انا لا استطيع ان اخضعها يعني بلاحظ شيء معين بمجرد اسجل اقول حصل كذا وحصل كذا وكان عندي الاولوية كذا، صعب جدا ان انا الاحظ الدافعية. ونمرة اتنين، صعب ايضا ان انا اقوم بقياس الاثار الخاصة بهذه الظاهرة اللي هي ظاهرة الدوافع الحوافز. يبقى بيصعب علي ان انا اقيس الدوافع، ويصعب علي ايضا ان انا الاحظ الدوافع، ويصعب علي ثالثا ان انا اقيس اثر هذه الدوافع. طب برضو نيجي بقى نقول ما هي الدافعية؟ بعد بقى ما قدمنا هذه المقدمة وشفنا الاختلاف والصعوبة وكده، هنجد ان الدافعية هي حالة ان داخل الفرد، يعني كأنه ايه ابنائي وبناتي، ان داخل الفرد ده ببقى بالنسبة لي صندوق مغلق، صندوق اسود، بلاك بوكس، انا مش عارف جواه ايه. طب اديكم مثال، مش كلنا كده، كل واحد واحدة من حضراتكم قاعدين قدام الشاشة بتاعتنا، احنا الشاشة عارفين ايه؟ ان في كابلات متوصلة، في عملية التوليف اللي بتتم احنا الاثنين كطرفين، يعني بنخش على بكود معين او بباسورد معين، فبيسمح لنا ان احنا تشوفوني وتسمعوني وتتكلموا معايا. لكن ايه اللي بيحصل جوه الشاشة؟ ايه اللي بيحصل جوه هذا الكمبيوتر؟ انا بتكلم باللغة العربية وانتم تسمعونني، ولو تكلمت باللغة الانجليزية تسمعونني وتفهمونني، لكن هل الكمبيوتر بيفهمني باللغة دي؟ فاللي احنا عارفينه ما هو ظاهر امامنا، لكن ماذا يجري داخل هذه الاجهزة قد لا يعرفه الا المتخصصون. عشان كده بقول انها صندوق مغلق ايه بالنسبة لي. الانسان ايضا الجزء النفسي بتاع الانسان بيعتبر بلاك بوكس بالنسبة لي، صندوق اسود، صندوق مغلق، نحن لا نستطيع ان احنا نتعرف عليه. فهي حالة داخلية لدى الفرد بتؤدي الى ايه هذه الحالة؟ هي التي تولد لديه الطاقة، تولد لديه الحركة، ومن ثم تدفعه لأن يسلك سلوكا معينا نحو الهدف، تدفعه لأن يسلك سلوكا معينا نحو الهدف، يعني يقوم بتصرف معين، يقوم بنشاط معين. يبقى إذا هي جزء داخل نابع من داخل الفرد، هو تأثر بإيه أو مصدره إيه دي قصة أخرى، لكنه ينبع من داخل الفرد. في اللحظة دي كده خليكم معايا في اللحظة دي، لأن أنا بعد شوية يمكن أغير الكلام ده، بس نمشي واحدة واحدة. فهي جزء يبدأ من داخل الفرد، ولكن تساعدنا. لكن زي ما قلت لحضراتكم، اذا بنتكلم الدافعية زي ما قلنا بقى حالة داخلية اهي، ودي اللي بتبدأ تحرك الانسان، هي بتخلق لديه الطاقة والحركة، كما انها توجهه ليسلك سلوك. هذا السلوك بيبقى موجه نحو الهدف الذي نريد نريد تحقيقه. ده تعريف يعني احد الباحثين بص للدافعية باعتبارها حالة داخلية. البعض الاخر قال ايه؟ قال لا دي سلسلة من الاستجابات، يعني عمليات في مثيرات معينه او حوافز معينه بتبدا، اللي هي بتبدا بالحاجه. وانا قلت لكم زمان لما كنا بنتكلم على مصدر واحنا بنشير اليه النهارده، الحاجه هي احساس بالنقص. يقوم بقى الاحساس بالنقص ده بيبقى عند البني ادم، يقوم يسعى الى اشباعه، يسعى الى التخلص من هذا النقص ويعود الى عمليه التوازن مره ثانيه. فتبدا الحاجه والرغبه، وبعدين ايه؟ يقوم الحاجه والرغبه دي تثير بقى الحوافز والمثيرات لدى الانسان، فيسعى الى ان يسلك السلوك الذي يحقق له الاشباع والرضا. يعني انا لما اكون جعان تتوقع اعمل ايه؟ ما دام جعان يبدا ابذل جهد بحثا عن الطعام،
فاذا تناولت الطعام لانه ما احساسي بالجوع ده بيبقى ايه؟ احساس بالنقص، في حاجه ناقصاني، فيجعلني متوتر غير متوازن. انا اريد ان يزول التوتر واعود الى التوازن مره اخرى، يبقى لازم اعمل ايه؟ اسلك السلوك الذي يؤدي الى ازاله هذا التوتر. ايه هو؟ عبر ان انا اتلقى الطعام. وهكذا بقيه الايه؟ الحاجات والرغبات. عاوز انجز يعني، في حاجات ماديه وحاجات معنويه زي ما هتشوف بعد شويه، لكن دي بتحركني وبتجعلني اقوم بسلوك معين او بتصرف معين، بما يؤدي في النهايه الى احساسي بالتوازن واحساسي بالرضا. البعض الثالث قال انه الدافعيه هي السلوك، هي عمليه السلوك. ايوه، اول ما بتفتكر ما بتسمعوني بقول عمليه، بتفتكروا احنا قلنا ايه؟ عمليه يعني مجموعه من، مش هقول انا، هتقولوا انتوا بقى، خلاص انتوا فاكرين، انشطه ها متكامله متجانسه بتؤدي الى نتيجه معينه. يبقى عمليه السلوك، يبقى ده العمليه المقصوده، العمليه السلوكيه اللي هي مجموعه الانشطه والتصرفات المتكامله المتجانسه اللي بيقوم بها الفرد، ونحتفظ بها في حاله استمرار، يعني ما بتتوقفش طالما في ظل ظروفه الايه؟ الطبيعيه. لاحظوا انه الثلاث مفاهيم اللي انا قلتهم دول، قلنا ايه؟ ان الخاصيه المشتركه بين هذه التعريفات الثلاثه بتاتي من كلمه يدفع. يدفع الى هدف، يدفع الى رضا، يدفع الى الاحتفاظ، او يحرك السلوك نحو هدف، او يحرك السلوك نحو الرضا، او يحرك السلوك نحو الاحتفاظ. يبقى كلمه الدفع والتحريك هي دي الكلمه الايه؟ المفتاح بالنسبه لنا في التعريف. يبقى مع اختلاف التعريفات، مع اختلاف الرؤى التي قام بها الباحثون، انا ما يهمنيش مين اللي قال ايه، لكن احنا فاهمين هي حاله او هي سلسله او هي عمليه سلوك، كلها مرتبطه بالفعل يدفع او يحرك. يعني احنا بندفع الانسان او بنحرك الانسان من اجل الوصول، دايما متفقين يا شباب على ان احنا من اجل الوصول الى هدف معين او نتيجه معينه. على هذا الاساس هنجد عندنا كم منطلق للدفعيه؟ ايوه، ثلاثة منطلقات للدفعية، ثلاث منطلقات للدفعية. ولاحظوا واخدة كأنها شكل دايرة، شكل اللوبة. يبقى عندنا تنشيط السلوك، وده النابع من الحاجة إلى التوازن أو عدم التوازن. يعني نشوف بقى إحنا عندنا إيه اللي بيحركنا، محتاجين توازن ولا بنزيل التوازن، في إيه الحكاية؟ يعني هنا قضية مرتبطة بالتوازن. وقد قلت لحضراتكم من قبل إن ربنا خلقنا على التوازن، خلق الانسان وهو متوازن، ياخذ ويعطي ويتعامل في اطار الايه؟ التوازن. فاذا زال التوازن اتى التوتر، ويسعى الانسان الى التغلب على هذا التوتر. يبقى تنشيط السلوك وتوجيه السلوك وتثبيت السلوك، يبقى عندنا كم منطلق ابنائي؟ ثلاثه، التنشيط، التوجيه، التثبيت او التعديل. فهنا التنشيط بياتي نتيجه الحاجه الى التوازن. اذا كان غايب التوازن يبقى احنا بنسعى الى تحقيق هذا الايه؟ التوازن. يوم نوجه السلوك بمعنى اننا نقوم بتصرف معين او سلوك معين موجه. موجه نحو ايه؟ نحو هدف. الهدف ده الحافز. يعني انا ابحث عن الطعام لماذا؟ لانني اريد ان اكل، ان اشعر بالرضا. يبقى اذا هذا السلوك، طب انا بشتغل ليه؟ طب انا بذاكر ليه؟ طب حضرتك وحضرتك بتذاكروا وتدرسوا ليه؟ معايا ابنائي وبناتي؟ يبقى اذا هناك توجيه للسلوك، بمعنى انني اقوم بتصرف معين. طبعا خلي بالكم البدايه كانت فين؟ في التنشيط، من الحاجه الداخليه، الرغبه في التوازن. انا واخد مؤهل متوسط، اريد ان احصل على مؤهل جامعي، حتى خدت مؤهل جامعي اريد ان احصل على الماجستير او احصل على الدكتوراه، اريد ان اكون كذا، اريد ان احقق دخل كذا، اريد ان اشبه حاجاتي الفسيولوجيه، اريد. يعني اذا دي اشياء بتبدا من الداخل وتسعى الى انه الانسان يحاول ان يتوازن، فيتجه الى توجيه سلوكه. يبقى يوجه السلوك الى تحقيق هدف معين، هذا الهدف ده اللي بنسميه الحافز الذي يحرك الانسان او يحرك سلوك الانسان. طيب بتنتج عن هذا السلوك اثار، يبدا بقى ايه؟ يقول والله طيب هذا السلوك مرضي بالنسبه لي، ايوه انا مبسوط، انا مشبع، انا راضي، يبقى بيحاول يثبت السلوك. او مازال لسه محتاج قدر من التعديل، يبقى في نوع من تعديل السلوك. وبمعنى كده يبقى المنطلق ده هو الاثار التي تدعم وتحافظ على السلوك او تحوره. تحوره يعني ايه؟ يعني تعدله، يعني تكيفه، لانه لسه انا لم اصل الى مرحله الرضا، ايا كان بقى طبيعه الحاجه بتاعتي، كانت حاجه ماديه او حاجه معنويه. يبقى عندنا ابنائي وبناتي الدوافع بتاعتنا تاتي من ثلاث منطلقات اساسيه. المنطلق الاول وهو التنشيط،
وده بيبقى في حاله وجود التوازن او الرغبه في التوازن او انعدام التوازن، فتؤدي الى توجيه السلوك، هذا التوجيه اللي بيدفعني الى هدف. يوجيهني يعني ايه؟ يعني يخليني متجه الى نتيجه معينه، اريد ان احقق نتيجه معينه. هذه النتيجه بشكل عام ما بتخرجش عن عاوز ارضى. انا لما اكون بشتغل واريد ان اكون متميزا في عملي حتى اكون راضي وحاسس بذاتي واقدر ذاتي، او اي نوع من الحاجات في الطعام والشراب، او بتحرك طلبا للامان، او بتحرك طلبا للتقدير، يعني هناك شيء ما يحركني، ده اللي بسميه الايه؟ الحافز. هذا السلوك بقى طيب حقق النتيجه المرجوه كما وكيفا، يعني حقق لي درجه الرضا والاشباع المطلوبه. اذا حققت يبقى هذا السلوك بثبته، ولا كانت المساله نسبيه لسه اقل مما كنت اتوقع، يبقى بعدله او بحوره زي ما بنقول، او بنحافظ عليه حتى يؤدي الى النتيجه التي نطمح اليها. ان علامات شوف بقى هنا اللفظ بنستخدم كلمه الدوافع وكلمه الحوافز، الدوافع والحوافز، وعاوز هنا يبقى واضح في اذهانكم انتوا بقى خلاص بقيتوا شطار وناس دارسه ومتخصصه. يعني اللي ما درسش يقول لك الدوافع والحوافز بمعنى واحد، واجي في الامتحان واخدين بالنا واقول كلمه الدوافع والحوافز مصطلحان مترادفان الاثنين بمعنى واحد، صح ولا غلط؟ اخي مين اللي بيقول صح؟ اخي لا، واضح ان هم غلط اهو، لان احنا حتى الدوافع والحافز ولاحظوا ان احنا جايبينهم باللغه الانجليزيه او جايبين التعريف بالنسبه لهم. يبقى في حاجات كده انا بضحك عليكم وارجع اضللك في الاختبار واروح اقول لك الاثنين بمعنى واحد، لا انتبه شوف هم بمعنى واحد ولا لا، او بمعنى مغاير، او لما نقول بمعنى واحد يعني كانه الاثنين هما نفس المعنى. زي ما هتيجي بعد شويه ما هكلمكم في محاضره قادمه اكلمكم عن نظم المعلومات، وعندي كلمه بيانات وعندي كلمه معلومات. ونقول الناس بتستخدم البيانات والمعلومات بمعنى واحد، حتى اما تيجي التعريف يقول لك ان الاثنين حقائق. لكن احنا هنكتشف ان هم مش بمعنى واحد، برضو الدوافع والحوافز. حد هيقول لك ايه؟ خلينا نقول فيصل او نقول عبد الجليل، بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا دكتور مش الاثنين دول بيطلقوا، المصطلحين دول بيطلقوا على عمليه تحريك السلوك اللي بتخلي سلوك الانسان يتم. نعم، لكن ليس بمعنى واحد. تعالوا نشوف الدافعيه اللي هي موتيفيشن، والحوافز اللي هي انسنتيفز. الدافعيه دي المحرك الداخلي للسلوك، يبقى الدافع ده من داخلك. الحافز ده ده حاجه خارجيه، ده حاجة خارجية. فاكرين سيف المعز وذهبه؟ ايوه، برافو عليكم اهو. يبقى الثواب والعقاب، لو انت اديت هذا العمل انا بدي لك مكافأة كذا، لو انجزت كذا ساعطيك مكافأة كذا، اذا لم تنجز فان تذاكر تنجح، ان تزرع تحصد. معايا حضراتكم؟ يبقى في انا بتحرك، ده بيعمل كده ليه؟ لانه يريد التوازن ويريد التقدير، وهناك رغبة داخلية بدأت من الحاجة والرغبة الداخلية، يبقى ده الايه؟ الدافع موتيفيشن. بينما الحافز ما بيبقاش داخلي، ده بيبقى خارجي، بياتي من مثير خارجي بيعرض على الانسان ويقول له لو سلكت سلوكا معينا او حققت نتيجه معينه فانت ستحصل على كذا، او انك ستتجنب كذا، واذا لم تفعل اللي هو بيسموه بقى الحافز الايه؟ السلبي، بيبقى فيه نوع من التاثير على الاخر. كانه الدوافع ابنائي وبناتي دي محرك داخلي للسلوك بتحركنا، وعشان كده قلت لكم صعب ان انا الاحظها وصعب ان انا اقيس اثرها. بينما الحوافز دي محرك او مؤثر خارجي، وده احنا بقى كمديرين بنستخدمه الى اثاره دوافع الانجاز. هيا يا شباب، اللي هيجاوب هذا السؤال انا هديله مش عارف 10 درجات، اللي هيعمل ايه هنديله كذا، اللي هينجز هذا العمل هنديله مكافاه كذا، هنديله يعني. اذا انتوا حضراتكم في البيت مع اولادك ولا مع اولادك، اللي هيذاكر هديله كذا، اللي هيحفظ كام ايه في القران هنديله كذا، اللي هينتهي من كذا، يعني مظبوط يا شباب؟ يبقى ده اللي بنسميها الحوافز، وهي تاتي من عمليات التاثير الخارجي. مين اللي بيستخدمها؟ المؤثر الخارجي اللي هو المدير، بيستخدمها حتى يثير دوافع الانجاز ويحرك الافراد من اجل الوصول الى الانجاز، رغبة الإنجاز لدى الإيه؟ لدى العامل. يبقى الدوافع والحوافز مصطلحين بمعنى واحد. حفظنا؟
وانا بقول لكم برضو من دلوقتي هجيبها في الامتحان وهتغلطوا. هقول لكم ايه في الامتحان؟ هقول لكم ان الدوافع والحوافز مصطلحان مترادفان، مصطلحان مترادفان. هتيجي سلمى، انا ما اعرفش حد اسمه سلمى، سلمى دي تبقى حفيدتي عشان تبقوا عارفين. فسلمى تيجي تقول ايه؟ لا انت ما قلتش ان هم ما قلتش مصطلحان مترادفان، انت قلت الاثنين بمعنى واحد. ما هو اللغه العربيه بقى، فنخلي بالنا لا الاثنين مترادفان ولا الاثنين بمعنى واحد. مترادف يعني ده يحل محل ده، لا ده الموتيفيشن ده او الدافع ده بيطلق على حاله داخليه لدى العامل، اما الحافز فبيطلق على مثير خارجي ياتي الى العمل. يبقى الاثنين لا هما مترادفان ولا الاثنين بمعنى واحد. ولو غلطت يا سلمى اللي هي حفيدتي، لو غلطت سلمى هخصم عليها الايه؟ الدرجه. لو غلطت يا عبد الجليل هخصم عليك الدرجه، وانا متاكد يا فيصل ان انا هجيبها في الاختبار وان انت هتغلط فيها برضه. عرفنا بقى الدوافع والحوافز ابنائي وبناتي. طب ايه بقى الانواع؟ ما هي بقى؟ احنا عرفنا تعريفنا للدوافع، عرفنا ال 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 الكلمه المفتاح فيما بينهم اللي هي ايه؟ الدفع او التحريك. وعرفنا انه في فرق بين مصطلح الدافع ومصطلح الحافز، كلاهما بمعنى يطلق بمعنى مختلف، واحدهما داخلي بينبع من داخل الفرد ويحركه، وثانيهما خارجي بيعتبر مؤثر خارجي. وانا كمدير بيبقى عندي بقى فن الاستخدام، يبقى عندي فن الايه؟ الاستخدام، كيف استخدمه بحيث احصل من العامل على حاجتين، احصل من العامل على اعلى نتيجه او اعلى انجاز، وايضا افضل حاله معنويه او افضل نسبه او معدل رضا، لانه لو هو بيحقق ده يبقى سخره، لو ما كانش راضي ومشبع يبقى انا بشغله كعبد، ما فيش عبيد دلوقتي. يبقى لابد ان يشعر بادميته من خلال ان انا بقى ايه؟ بقول له والله اديني اعلى انجاز وانت يجب ان تشعر بالرضا لانك حققت كذا وكذا. يبقى حاجتين، انا بستخدم الحوافز عشان اصل الى افضل نتيجه من حيث الاداء او من حيث العمل او المهمه المطلوبه مننا، وافضل رضا او افضل حاله معنويه لدى العامل. تعالوا بقى نشوف انواع الدوافع. هنجد بقى، شوف، وعلى هذا الاساس ما احنا شفنا دوافع وحوافز. الدوافع إما أن تكون أولية أو تكون ثانوية. الدوافع الأولية هي تلك الدوافع التي تعتمد على التكوين البيولوجي، عشان كده بنسميها الحاجات البيولوجية. الحاجات وبنعتبر أو العلماء بيعتبروا أن الدوافع الأولية هي من أهم الدوافع على الإطلاق. من أهم الدوافع على الإطلاق. ليه؟ لانه هذه الدوافع اذا تم اشباعها فان هذا يؤدي الى استمرار الحياه، اما اذا لم يتم اشباعها فانها تؤدي الى عدم استمرار الحياه، تتوقف الحياه. يعني اذا استمرار الحياه والحفاظ على النوع بينبع منين؟ من الدوافع الاوليه اللي هي بتحرك الانسان وتجعله يسعى الى اشباع هذه الحاجات البيولوجيه او الحاجات الفسيولوجيه، الحاجات الاساسيه بتاع الطعام والشراب ودي كلها بنسميها ايه؟ يعني العلماء يسموها حاجات المستوى الادنى، دي نقطه البدايه. الانسان يشبع هذه الحاجات البيولوجيه، اذا اشبعت يستطيع بقى انه ينطلق الى الحاجات الايه؟ الاخرى. اذا لم تشبع هذا بيهدد الحياه وبيهدد النوع او بيهدد بيعمل عمليه تهديد لاستمرار الحياه وللحفاظ على النوع. أنا قلت الدوافع الأولية والدوافع الثانوية. الدوافع الثانوية أو المكتسبة. الدوافع الثانوية بنسميها مكتسبة، لماذا؟ لأنها تكتسب من البيئة. لأنها تكتسب من البيئة. وبالتالي إذا كانت الدوافع البيولوجية دوافع ثابتة فإن الدوافع الثانوية دوافع متغيرة، فيها مرونة عالية. وتقبل التغير والتعديل، وبتمثل بقى الرغبة في السيطرة، الرغبة في الالتزام، جذب الانتباه، يعني دي أشياء بتعتمد على طبيعة البيئة المحيطة بنا وما تحركه لدى بنكتسبها من هذه البيئة. يبقى دافع أولي موجود داخلنا مرتبط بتكويننا البيولوجي، من أهم الدوافع اللي موجودة عندنا لأنه بيؤثر على استمرار الحياة من عدمها والحفاظ على النوع من عدمها. المكتسب اللي أنا بكتسبه من بيئتي وما لا يتسم بالثبات بالمرونه، يعني قابل للتعديل وقابل للتغيير
وبيعمل ايه؟ بيؤدي الى نوع من الدوافع التي يكتسبها الانسان ويتعامل معها. النوع الثاني من الدوافع اللي هي الدوافع او المخزن، الدوافع الفرديه والدوافع الاجتماعيه. واضح من الاسم، فردي يعني مرتبط بالشخص نفسه، فهي تلك القوى الداخليه التي تحرك السلوك الانساني، ودي برضه زي ما قلنا ضروره لحياه الفرد، يعني من جوه الانسان. شو المسميات والمصادر بتختلف، ولكن المضمون بيظل واحد. حياه الحاجات اللي بتنبع من داخل الانسان تريد بتحرك سلوكه، بتقول له حافظ على حياتك، حافظ على نوعك، على نوعك. وهذه الدوافع الفرديه بتبقى موجوده لدى الانسان سواء كان عايش بمعزل، يعني عايش في جزيره كده منعزل عن الناس، او كان يعيش في جماعه. يعني احنا واحنا عايشين مساله الطعام والشراب وغيرها من الحاجات البيولوجيه موجوده لدينا على المستوى الفردي، انا عايش لوحدي محتاجها، او عايش في وسط جماعه محتاجها. اما الدوافع الاجتماعيه فدي تكتسب من الظروف البيئيه، من حيث التنشئه بقى الاجتماعيه. بنتعلم ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش، ايه اللي نميل اليه وايه اللي ما نميلش اليه، تاكل بايدك اليمين ولا تاكل بايدك الشمال، لما تيجي تسلم على الناس تقول، يعني كل دي اللي هي الدوافع الاجتماعيه التي تحرك، بتبدا بقى تضبط سلوكك وتوجهه، وتكون نابعه من مراحل التنشئه الاجتماعيه. واحد يقول الله، يعني برضه الدوافع الفرديه والدوافع الاجتماعيه كانها نوع من الدوافع الاوليه والدوافع المكتسبه، المضمون. بس هنا بيبدا يدخل متغير اللي هو البعد الاجتماعي في هذه الحاله. المقياس الثالث اللي هو الدوافع الشعوريه والدوافع اللاشعوريه. الشعوريه تلك الدوافع التي تخضع لسيطره وتحكم واراده الفرد. الفرد بيسيطر عليها والفرد يعيها. فهو يعي السلوك ويعي التاثير، ومن ثم له القدره على انه يوجهه. مش كده؟ انتوا عارفين ان احنا ايه؟ يقول لك والله كان يقصد او لا يقصد. كان واعي ولا مش واعي؟ عشان كده الدوافع الشعوريه هي تلك الدوافع التي تخضع لسيطره وتحكم واراده الفرد. ودي اللي بيترتب عليها الحساب. الانسان يحاسب ولا لا يحاسب؟ طالما انه كان مسيطر ومتحكم وبيدير، يبقى واحنا عندنا في الاداره هذه الامور، لما ادينا حد سلطه احنا ادينا له سيطره، وادينا له تحكم، وادينا له حريه اتخاذ قرار، اذا نحاسبه. فالدافع الشعوري هي تلك الدوافع التي تحرك السلوك، بس بناء على ايه؟ بناء على سيطرة وتحكم وإرادة من الفرد. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني الفرد يكون واعيا ومدركا لسلوكه، واعيا ومدركا لسلوكه وللنواتج او الآثار التي تنجم عن هذا السلوك، ومن ثم ما دام واعي ومدرك وبيسيطر فهو يستطيع ان يوجه هذا السلوك، يوجهه الوجهه التي تحقق نتيجه معينه. النتيجه هنا بتبقى مقصوده، وعشان كده بحاسبه عليها، ان سلبا فسلبا وان ايجابا فايجابا. بعكس بقى الدوافع اللاشعوريه، هذه الدوافع اللاشعوريه لا تخضع لسيطره او تحكم او اراده الفرد، خارج عن شعوره. عشان كده حتى يقول لك ايه، انا ما كنتش في شعوري، ما كنتش في وعي، يعني فقدت سيطرتي، فقدت تحكمي، فقدت ارادتي، شلت ارادتي، ما قدرتش ان انا اسيطر على السلوك. في هذه الحاله فانني لا استطيع توجيه السلوك. عشان كده يقول لك ايه؟ ان دي بتاتي من اللاوعي، من العقل الباطن. احيانا انت تحب شيء او تكره شيء كده وانت مش عارف ليه، ايه السبب؟ يعني الحب والكراهيه دي مسائل، اذا تمت دون معرفه السبب، انا والله مش عارف بحبه ليه او بكرهه ليه، يبقى ده اتى سلوك غير خاضع للسيطره، غير خاضع للتحكم واراده الفرد. ومن ثم ما اقدرش اقول والله الـ 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 يعني كيف يحاسب الانسان عليه. وعشان كده حتى تذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيناجي ربه سبحانه وتعالى يقول له يعني هذا حكم فيما املك، لكن اللي ما املكوش، واخدين بالنا؟ يعني ده بيأكد اهو لحضراتكم ان هناك جزء من السلوك، الجزء من السلوك الذي يخضع لسيطرتك وارادتك انت بتحاسب عليه، لانك تستطيع ان توجهه وانت مسيطر عليه وفاهم وواعي ومدرك النتيجه التي تترتب عليه. اما في حاله اللاوعي او اللاشعور، وهذا زي ما قلت لكم بياتي من العقل الباطن، فبيبقى ما لا تخضع لسيطرتك، لا تخضع لارادتك.
مش عارف دي بتيجي منين، ايه سببها. اذا انت لا تستطيع توجيهها في هذه الحاله، وانت لا تدرك ولا تعي النتيجه المترتبه عليها، وعشان كده بنقول انها دوافع لا شعوريه. يبقى لاحظنا ابنائي وبناتي احنا عندنا كام معيار، الاوليه والثانويه، وبعدين المعيار اللي بعد كان الفرديه والاجتماعيه، وبعدين بعدها الشعوريه واللا شعوريه. وهنا بتلاحظوا حضراتكم ان انا بشوف اهو عندي الدوافع بدءا من الداخل، بعضها بياتي من يعني من الجزء الغريزي بالنسبه لي، والبعد الاخر بياتي مكتسب، بقى احاكي واقلد واتعرف ويتم تنشئتي على قيم معينه او غيرها، فدي اللي بتحكم سلوكي وتوجهه. لكنها في النهايه قد تكون مقبوله او مدركه او تحت السيطره، او انها تكون غير مدركه وغير مفهومه ولا تخضع لعمليه السيطره. فتعالوا بقى نشوف النظريات التي تحكم دوافعنا او تفسر دوافعنا. انتوا فاكرين زمان انا كلمتكم على ابراهام مازلو؟ نعم، يمكن في ثالث محاضره ولا رابع محاضره انا بكلمكم في الفكر الاداري، كلمنا على ابراهام مازلو. وابراهام مازلو قال ايه؟ قال يا اخوانا الانسان لديه حاجات. وتذكروا حتى ان انا قلت لكم يعني احنا مش مستنيين ابراهام مازلو، ما احنا عندنا في تراثنا وقيمنا وعقيدتنا الاسلاميه اللي قال لنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقلنا إن ده استدلال أهو، القرآن بيقول حاجات الإنسان بتنقسم إلى مجموعتين، حاجات مادية وحاجات معنوية. وعندنا حديث الرسول صلوات الله عليه، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه مالكا قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. برضه هنا من حديث الرسول صلى الله عليه بنكتشف ان حاجات الانسان بتنقسم الى مجموعتين، ماديه ومعنويه. هنا ابراهام مازلو زي ما انتم شايفين برضه التقسيمه نفسها ماديه ومعنويه، بس في ادنى الهرم، في ادنى المدرج هو بتاع مازلو، حط الحاجات الفسيولوجيه، حط الحاجات وهي حاجات ماديه زي اللي هو ما اسميناه منذ قليل الحاجات البيولوجيه، التكوين البيولوجي. عاوز اكل واشرب و و اخد الجزء الفسيولوجي ده، دي الحاجات اللي احنا بنسميها الحاجات الماديه. مازلو بيقول بقى الانسان بيبدا يتحرك في هذا الاتجاه صعودا، يعني لما تشبع الحاجات الفسيولوجيه يبدا ينتقل فيبحث عن الامان. تبدا بقى الحاجات الايه؟ الحاجات المعنويه، يبحث عن الامان، يبحث عن الحب، انه يحب ويتحب وينتمي. يبقى بينتمي الى فريق، الى مجموعه، الى جامعه، الى قبيله، الى ديره، الى يقعد يتدرج فيصل الى الرغبه في ان يكون محل تقدير ومحل احترام. محل تقدير ومحل احترام، وتصل بقى اعلى درجات الحاجه من وجهه نظر ابراهام مازلو ان رغبه الانسان او حاجه الانسان الى ان يحقق ذاته، ان يشبع ذاته. يعني كانوا في البرنامج كده في التلفزيون بيكلموا عن واحد حصل على الدكتوراه وتوفي عنده 96 سنه. وهو حصل على الدكتوراه وعنده 94 سنه. طب ده بالله عليكم ايه؟ يعني كان بياخد دكتوراه عشان يشتغل في الجامعه، الجامعه ما فيش فيها شغل بعد سن معين. يريد تحقيق الذات، يعني لديه حافز داخلي. فهنا بقى ابراهام مازلو زي ما قلنا اهو ادى التدرج بتاعه وقال يا اخوانا في حاجات لدى الانسان، حاجات تبدا الجزء الادنى، حاجات المستوى الادنى، دي الحاجات الفسيولوجيه او التي تعود الى التركيب البيولوجي بالنسبه للانسان. ودينا مثال لها الطعام والشراب والاخر. نبدا نتدرج فنخش في الحاجات المعنويه. ففي عندنا الامان، انسان يبعد عن الخوف ويميل الى الـ 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 الامان، يكون امنا بعيدا عن الخوف. وطبعا دي من اشد الحاجات بالنسبه للمجتمعات. وبعدين نبدا نتحرك فتاتي بقى الحاجه والرغبه الى الحب، انه يحب الاخرين والاخرين يحبوه وينتمي، يبقى منتمي الى فرقه، الى جماعه، الى فرقه الدراسه، فرقه العمل، فرقه الاصدقاء، العائله، الى غير ذلك. ومن هنا بيصل الى بقى يريد ان يكون محل تقدير واحترام،
واخيرا ان يحقق ذاته. كل واحد مننا يرى نفسه في موقف معين وفي مكانه معينه، ويقول لك انا بسلك السلوك الذي يليق بي، الذي احب ان يتعامل به الاخر، اتعامل به الاخرون معي. ده النظريه الاولى اللي هي الابراهام مازلو، اللي هي نظريه تدرج الحاجات. النظريه الثانيه قالت ان احنا عندنا نوعين من العوامل، نوعين من العوامل. النوع الاولاني بيسموه عوامل الوقايه، اللي هي عوامل وقايه او صيانه السلوك. النوعين من العوامل، عوامل الوقايه وعوامل الدفع. الوقايه يعني عوامل الصيانه التي تصون سلوك معين، تصون سلوك معين. طب ازاي؟ خلينا نفهم مع بعض كده. انا ممكن ما بقاش راضي عن الوظيفه بتاعتي، ما بقاش راضي عن المنظمه بتاعتي، ما بقاش راضي، يعني هناك اسباب لعدم الرضا. معايا حضراتكم؟ عوامل الصيانه دي او عوامل الوقايه دي، اشوف وقايه يعني تقي من حدوث الشيء. يعني هل في حد من حضراتكم لا قدر الله يبقى راضي او يبقى مبسوط اذا رسب في المقرر بتاعنا او لم يستطع ان يجتاز هذا المقرر او غيره؟ طبعا مستحيل. يوم يبدأ ايه؟ عشان كده هناك عوام بتحفزه يقعد يذاكر ويشتغل ويبذل وقت ويبذل جهد حتى يقي نفسه من عدم الرضا في حالة الايه النتيجة. العوامل الوقائية وعوامل السنة دي ابنائي وبناتي مرتبطة بمحيط الوظيفة. يعني بتبقى انا ما بحبش الوظيفة بتاعتي، اصل الناس اللي معايا فيها ايه يا اخي، بيئة العمل اللي المكان مش عارف ايه، الاضاءة ايه، الخدمات اللي متوفرة ايه، الاجور غير طبيعية، يعني اشياء من هذا القبيل، اللي هي الاشياء النابعة من محيط العمل اللي احنا بنسميها بيئة العمل، او بنسميها كمان ايه، بنسميها المناخ التنظيمي. يعني قد تكون هناك عوامل، هذه العوامل تؤدي الى عدم الرضا. بس نخلي بالنا ان ممكن برضو حتى مع تغيير هذه العوامل مش بالضروره ان الرضا يتحقق. مش مع يعني مش معنى كده انه اذا ازلنا العوامل يبقى الرضا هيتحقق، لا. المساله بتبقى في بعد اخر وتعمق اخر. لان انا بقول لك الاجور، طب في اجر، لكنه الاجر ايضا غير عادل. ليه؟ لانه مساله العداله، وانا هكلمكم في اخر اللقاء اليوم ونقول ايه الحكايه. الحكايه انه لازم لما الناس بنفس المؤهلات بتقوم بنفس العمل تحت نفس الظروف يجب ان تحصل على نفس الاجر. ده العداله. لكن اذا اشتغلنا ونفس المؤهل بنقوم بنفس المهام في نفس الظروف، واحد مننا اختلف عن الاخر، فاللي هيبقى يعني تعويضه اقل او راتبه اقل او اجره اقل هيشعر بعدم العداله مهما كان بقى. يعني مهما كان يعني انا اذكر مره كنت بعمل برنامج تدريبي في احدى الشركات السعوديه، كنا في ينبع انا فاكر، واثنين عندي في البرنامج اكتشفوا وهم معايا في البرنامج، احدهم اكتشف ان الاخر يحصل على راتب اعلى منه ب 100 ريال. يعني انا باخد 5000 والتاني بياخد 5100. ال 100 ريال دي مبلغ مش، لكن لا تتخيلوا حجم الاحباط اللي كان هو فيه. ليه؟ مش بقى لقيمه الفرق، ولكن للاحساس بالعداله او عدم العداله. فبقول هنا انه الرضا او عدم الرضا بياتي من البيئه المحيطه او بالايه بالظروف المحيطه باداء الوظيفه. واحنا بنحاول نتوخى ان يبقى عندنا عوامل، ندي اجور عادله، نوفر ظروف العمل، العامل يشعر بالامان. لكن لا يعني ذلك، مش عاوز اقول ايه، انه اذا وجدت هذه العوامل يبقى العامل يبقى هيبقى الفرد راضي. ممكن يبقى في اسباب اخرى، لكن دي بنسميها الاسباب الوقائيه. هناك بقى العوامل التي يؤدي توفيرها الى حالة الرضا، ودي بقى عوامل ايه؟ تأتي من مضمون الوظيفة نفسها، تأتي من مضمون الوظيفة نفسها. انا بشغل بقى وظيفة مهمة، بشغل وظيفة لها دور، فاذا هنا ايه الحافز الى التنمية والتحسين وردود الافعال الايجابية، ده اللي بيشعرني بالقيمة اللي هي تيجي بقى. لو رجعنا هنا عند ابراهام مازلو تيجي في الجزء ده، هتيجي في الجزء ده، انا اشغل هذه الوظيفه انه هذا هو ما يليق بي، ده اللي بيحقق ذاتي، فده اللي يحقق لي الايه؟ الرضا. يبقى كانه عندنا العوامل، عوامل الوقايه وعوامل الدفع. عوامل الوقايه دي بتعالج او تحاول تقي ظروف عدم الرضا، لكنها لا تتخلص منه، ولا يعني توفرها انها بتؤدي الى تحقق الرضا، لانها تاتي من البيئه المحيطه.
بينما العوامل الدافعه دي بتاتي بقى من طبيعه الوظيفه نفسها، من طبيعه التنميه اللي موجوده فيها، من تحسين الاداء، من ردود الافعال الايجابيه. ده بيؤدي الى حين توفرها يؤدي الى توفر الرضاء. النظريه الثالثه عندنا اللي هي بقى نظريات درسناها قبل كده اكس واي وزد. لو انه في الدكتور معاذ كان فاتح لنا كنت سمعت منكم دلوقتي ايه اكس وايه ولا نسيتم؟ صدقوني في الامتحان الكلام ده جاي، الكلام ده في الامتحان جاي، المضمون بتاع كل نظريه وبروح ملخبطهم لك ومدخلهم في بعض اذا ما كنتش مصحصح او مش ما كنتش واخده بالك هتغلط. لازم نظريه اكس كده خلي بالكم دي نظريه نظرتها سالبه الى الانسان، مضمونها انه الانسان ما بيشتغلش ما يحبش العمل. يعني ايه؟ يعني يحب كده يبقى خمول كسول، وانه لا يعمل الا طمعا في الثواب، مش بقى هو من عنده كده يحب يشتغل عشان لا، وانه ما بيتحركوش الا الحوافز الماديه تديله فلوس يشتغل مادية، وانه يجب ان تعامله كالاله، لا عنده طموح ولا عنده مشاعر ولا عنده احاسيس. دي نظريه اكس. يبقى اكس بترمز على طول للمساله السالبه على العكس منها نظريه واي. نظريه واي بتقول لا، ده الانسان عنده مشاعر، الانسان عنده كرامه، الانسان يعمل ليس من اجل الحوافز الماديه فقط، بيحب يفكر، بيحب ان احنا نراعي مشاعره وهكذا. فدي النظريه العكسيه بقى. نظريه زد، ها مين اللي قالها؟ ويليام اوشي، الراجل الياباني بتنتمي الى الاداره اليابانيه، واللي قالت بقى الامان الوظيفي ان الياباني يشتغل طول العمر ويبقى فيه نوع من المساواه ونوع من العداله واتجاه الى الاهتمام بالجو. يعني العناصر الخاصه بنظريه زد اللي هي مرتبطه بالاداره اليابانيه. يبقى خلي بالكم اكس وواي دول ايه؟ ها؟ بينتموا الى المدرسه التقليديه او الكلاسيكيه في الاداره زمان. ولما اخدعهم ماجروجر وقال طيب نظريه اكس ايه ونظريه واي ايه؟ في الفكر الحديث بنيجي لويليام اوشي اللي حط لنا نظريه زد، وهي قائمة على توفير الأمان يا الياباني حين يلتحق بالعمل يلتحق بالعمل إلى الأبد، مش عايز ما يسيب الوظيفة. عشان كده بيبقى انتمائه وجهده بنوفر عوامل الجودة، نوع من العدالة، التحفيز إلى غير ذلك، اللي هي العوامل اللي احنا عارفينها لويليام أوشي في النظرية اليابانية. مهم جدا أبنائي وبناتي إن احنا نفرق بين الثلاث نظريات، وبكل تأكيد بيبقى لازم يبقوا محور في الاختبار. وخلي بالكم ده يعني ايه؟ تكرار لما سبق ان قلناه. انا قلت لكم الكلام ده في يمكن المحاضره الرابعه ولا حاجه، وانا بكلمكم على نظريات او الثالثه والرابعه يمكن كمان. النهارده انا اهو بتعرض بقى وانا بتكلم على الدوافع، لان هذه النظريات عالجت الدوافع. نظريه اكس بتقول الانسان يعمل خوفا من العقاب. نظريه اكس بتقول الانسان يعمل رغبه في ان يحصل على المكافاه الماديه، عامله زي الاله بالظبط، ملوش مشاعر ولا احاسيس. نظريه واي بتقول لماذا يعمل الانسان؟ يعمل الانسان اذا احسست بقيمته وذاته وتعاملت مع الجوانب المعنويه فيه. يعني كل واحده منهم بتحاول تفسر سلوك العامل وبتحاول تساعدني على كيفيه استثمار سلوك العامل. نظريه زد ده بقى الفكر الايه الياباني اللي بيقول انه العامل سيعمل بحكم انتمائه الى المنظمه، و طالما هو في وظيفه يعني حاسس بالامان الوظيفي، وبالتالي هي منظمته ما بيغادرهاش، وعوامل الجوده والمساواه والعداله والتنميه دي عوامل مهمه جدا بتفسر لنا سلوك الايه؟ سلوك الانسان. يبقى كان دول ثلاث نظريات لما شرحتهم قبل كده كنت بتكلم على تطورهم في الفكر الاداري وبيحكمنا ازاي كمديرين، والنهارده وانا بشرحهم عشان كتفسير او وجهات نظر بتفسر سلوك الانسان او سلوك الفرد الايه؟ العادي. واضح ابنائي وبناتي؟ واضح ان انا قلت اكتر من مره الكلام ده بكل تاكيد لابد ياتي في الامتحان. واشك كده متهيألي برضو انه بعضنا هيغلط فيهم. برغم ان انا نبهت اهو. طيب. اخر نظريه عندنا اللي هي نظريه دافع الانجاز، اللي هي النظريه الرابعه، نظريه دافع. احنا خدنا كام نظريه لحد دلوقتي؟ او خلي بالكم. هذا النظرية الأولى نظرية تدرج الحاجات لأبراهام مازلو،
وبعدين النظريه الثانيه عوامل الوقايه وعوامل الدفع، النظريه الثالثه اللي تضم بتفسر من خلال ثلاث نظريات اكس واي وزد، والنظريه الرابعه بالنسبه لنا اللي هي نظريه دافع الانجاز. دافع الانجاز نخلي بالنا عشان دماغنا تبقى مترتبه صح، نظريه يعني بتحاول تفسر لماذا يسلك الانسان او يسلك العامل او يسلك الفرد سلوك معين. هذه النظريه بتفسر ان الانسان لديه دوافع، وقالت ان الانسان يحتاج ثلاث حاجات، الحاجه الى الانجاز، الرغبه في التحقيق، انه يحقق نتيجه، وانه فرغبه الانجاز هو مدفوع بالانجاز، يقول لك اتشيفمنت اورينتد. وحتى تلاحظوا كده لما الناس يجي يكتب السي في بتاعته يقول انا يحركني رغبتي في الانجاز، بسعى الى ان نحقق نتيجه، وبالتالي حتى الحساب هنا بيكون على النتيجه مش على الجهد. برافو النتيجه كذا، قيمه النتيجه التي حققناها كذا. هناك الحاجه الى القوه، والحاجه الى القوه بتاتي بقى من التميز، من السيطره، من المنصب، من ما يميزني. عندي بسطه في العقل، عندي بسطه في الجسم، عندي علم، عندي خبره، يبقى ده اللي بيديني الايه؟ القوه. ثم اخيرا هناك الحاجه الى الانتماء. انا خريج جامعه الدمام، الرغبه في الانتماء. انا من ايه؟ انا خريج، انا من عائله كذا، انا من قبيله كذا، انا من جماعه كذا، انا من المدرسه الفلانيه، يعني الحاجه الى الانتماء. دول ثلاث حاجات موجودين لدى الانسان، وده اللي بيفسر لنا سلوكيات. هذا سلوك نتيجه رغبه الانسان في ان ينجز، وهذا سلوك نتيجه رغبه الانسان في السيطره وفي التحكم والقوه، وهذا سلوك ايضا نتيجه انتماء الانسان او رغبه الانسان في الانتماء الى قيمه معينه او فريق معين او جماعه معينه. يبقى كده ابنائي وبناتي تعرفنا على النظريات المختلفه في الحوافز. بنيجي بقى نشوف الايه؟ انواع الحوافز. هلا مش احنا خدنا من شويه انواع الحوافز؟ طب نشوف كده، مش احنا خدناهم قبل كده؟ اهو الاولي والثانوي والفردي والاجتماعي والشعوري واللا شعوري. ها انا سامع حد بيقول لي لا، ها برافو عليك، اي وبرافو عليك انت كمان مصحصحين معايا. انا كنت بتكلم على انواع الدوافع اللي اتكلمت عليهم قبل كده، دول الدوافع اللي هو الاولي والثانوي والفردي والجماعي والشعوري واللا شعوري، دي الدوافع. الان انا اتحدث عن ايه ابنائي وبناتي؟ عن الحوافز. الله، مش الاثنين بمعنى واحد؟ اه لو حد قال لي بمعنى واحد اتفقنا، الحوافز شيء والدوافع شيء تاني. بنيجي نتكلم بقى عن الحوافز، اتفقنا الحوافز داخليه ولا خارجيه ابنائي وبناتي؟ اللي بيقول داخليه كده مين؟ عشان نقول له اخيه، كلنا نقول له اخيه، لان احنا قلنا لا، الحوافز الدوافع هي اللي داخليه، لكن الحوافز دي المثير الخارجي الا انا كمدير بستخدمه في توجيه سلوك الفرد. ما تنسوش، ما تنسوش، وانا متاكد بقول لكم اهو بتحداكم هتنسوا وهتغلطوا. نيجي بقى نقول الحوافز الماديه، يعني المثير المادي الذي ساستخدمه انا كمدير في تحريك وتوجيه سلوك العامل بتاعي. ابرز حاجه عندنا الرواتب والتعويضات والبدلات والمكافآت، مش كده؟ يعني ايه؟ يقول لك الدراهم اللي داخله جيبي دي بنسميها الحوافز الايه؟ الحوافز الماديه. يبقى كل ما من شأنه ان يكون، وطبعا بعض المنظمات بتدي حوافز ماديه لكن تدي له مثلا سياره، تقول له يعني دي اشياء اخرى غير اللي يعني مش لازم تبقى نقود مباشره، ولكنها كلها بتتضمن في النهايه بيصب في جانب التعويض المادي. عشان كده بنقول انها كلها بتصب في الجانب الايه؟ الجانب النقدي او الجانب المادي. فهي كل الحوافز لازم تبقى نقديه، لا تعبير نقدي، لكن مادي هنا يعني ايه؟ ان لها كيان ملموس، وهي غالبا بتثير الى الحفز المادي. قلنا ناس قالوا لنا يا اخوانا المرء لا يحيا بالخبز وحده. الفرد لا يحيا بالخبز وحده، امال بيحيا بايه؟
معنى الكلام ده ايه يا شباب؟ معنى الكلام ده هم بيقولوا لنا انه الخبز هنا هو تعبير عن الحفز المادي. يعني مش كل حاجه ماديه الا يبقى احنا رجعنا لنظريه اكس اللي بتقول انه الفرد لا يتحرك الا بناء على المردود المادي اللي بيحصل عليه، الفلوس اللي يحصل عليها، الدراهم اللي يحصل عليها. قلنا ده جزء مهم لكن هناك ايضا الحفز المعنوي اللي بيخاطب المشاعر وبيخاطب الاحاسيس وبيخاطب الرغبه في تاكيد الذات وتحقيق الذات، يسموه حفز معنوي. فالمرء لا يحيا بالخبز وحده، لا يحيا لازم كل حاجه تطلع دفتر الشيكات والديني. امال ايه؟ هناك بقى كلمه الشكر، كلمه التقدير، شهاده التقدير. شوف كتير من المنظمات النهارده لوحه الشرف، حط العامل المثالي او الموظف المثالي في لوحه تانية. دي لوحه الشرف، في لوحه تانية اسمها لوحه ايه؟ اللي بنحط فيها اسماء بقى الناس اللي مش كويسين. انت اللي قلت، انا ما قلتش. انا مش هقولها، مش هقولها. لكن في يقول لك في اللوحه معنويه عندنا، تخش كده المحلات او تخش المتاجر او تخش المنظمات، يقول لك عندنا لوحه الشرف، فعندنا العامل المثالي لهذا الشهر او لهذا السيزون او كده، ده معنويه. وبقول برضو معنوية في لوحة تانية بيحطوا فيها ايه؟ اسماء الناس اللي مش جيدين في اداء. ايضا يمكن تقسيم الحوافز الى حوافز فردية تعم الفرد وحده، يبقى موجهة الى الفرد بذاته، يعني بيحصل عليها سواء ماديا او معنويا، احنا بنكافئ فرد بذاته. عكس الحوافز الجماعية التي تأتي بقى للايه؟ للجماعة ككل. احنا قررنا نصرف نسبة من الارباح لكل العاملين، غير ان احنا قررنا ان احنا ندي مكافأة لفلان او يعني الفرد فلان او الفرد فلان. يبقى اذا هنا الحوافز الفردية والحوافز الجماعية انه على حسب من الذي سيتلقاه. نيجي بقى على الحوافز الايجابية والحوافز السلبية. الحوافز الايجابية التي تمثل نوع من الدعم، السلبي اللي تمثل نوع من العقاب، السلبي التي تمثل نوع من العقاب. خلي بال حضراتكم ابنائي وبناتي، الموضوع ده من اهم الموضوعات اللي بندرسها، مش لمجرد انها تيجي في الامتحان، لكن لانه ده فن بقى تعاملنا في الحياه. اذنوا لي في دقيقه واحده عاوز احكي لكم قصه طريفه. من سنوات طويله انا كنت ادرس في احدى برضو الجامعات السعوديه، وحدث موقف طريف معايا. كان عندي محاضرة، خلي بالكم شوفوا انا بذكرها من اكثر من 15 سنة وما زلت اذكر الواقع. كانت المحاضرة بتاعت يوم الاحد الساعة 8 صباحا، من 8 الى 9. من القواعد اللي انا دايما كنت بدرب طلابي عليها انه بعد دخول المحاضرة ما حدش يخش ورايا، لان بشرح مش عاوز بقى تنقطع المحاضرة وانتوا عارفين ونخش، واصل انا وتأخرت والطريق وما تفهمش بتاع المحاضرة. وكنت دائما اتي المحاضره انا بدخل يعني ميعاد محاضرتي 8 بخش 8 و5، حتى الخمس دقايق دول بتتيح لكل الناس تدخل، لكن مجرد ما دخلت ما حدش يدخل. في هذه التجربه بقى ربنا رزقني الطالب، انا اخش المحاضره ابدا اشتغل الساعه 8 وثلث 8 ونص، الاقي الباب تتوقف المحاضره، انا اتقطعت افكاري، الطلبه كلها كلنا بنبص ناحيه الباب، الطالب داخل حتى ما عندوش مبرر موضوعي، فاقوم انا على طول ايه؟ موبخه، يعني بوقع عليه حفز سلبي، انت ولد مش منضبط، انت مش ملتزم، انت مش عارف ايه. وزملائه يعني بيضحكوا في السعاده على عمليه التوبيخ اللي بتقع على زميلهم ده. مفترض بقى الامر الطبيعي، انا متصور انه لما انا بوقع عليه العقوبه دي انه هينضبط، لا المره الثانيه والثالثه والرابعه لا. لدرجه ان انا بقى يا شباب حصلت لي ايه؟ عقده يعني نفسيه من يوم الاحد الساعه 8، يوم محاضره يوم الاحد الساعه 8 ابقى رايح وانا متكدر ومنتظر بقى ايه بعد ثلث ساعه ولا 25 دقيقه صاحبنا ده هيخش ويبدا ايه؟ اوبخه والومه على هذا الامر. لكن مفيش نتيجه. فشكوت لاحد زملائي الاساتذه، كان متخصص هو في علم النفس. قلت له يا اخي انا عندي طالب وضعه كذا كذا، وانا يعني وبخته كثيرا ولومته كثيرا وجعلته اضحكه زملائي، ومع ذلك لم ارتجع.
فقال لي حاجه عجيبه جدا، قال لي لانه هو لما انت بتوبخه والاخره يشعر، بتشوف بقى بتحقق له حاجه تانيه، انه يشعر انه محل اهتمام زملائه ومحل اعجابهم، فده بيشبعه. فهو كل مره بيجي يعمل لك الاستثاره عشان توبخه، يقوم هو يبقى ايه؟ يبقى راضي ومشبع وحاسس انه مميز بين زملائه، فهو مميز بانه هو بيعمل سلوك غير مرغوب وانه دايما بيستفز الاستاذ. الله، طب يعني ملهاش حل؟ قال لي لها حل. ايه بقى الحل يا سيدي؟ قال لي في الحفز السلبي عندنا حاجه اسمها الاخماد. الاخماد، انا مش هقول لكم ليه، كنت بحكي لكم قصه هقول لكم دلوقتي. الاخماد يعني اعمل ايه يا صديقي العزيز؟ قال لي انه الطالب لما يجي يخبط انت بس ايه يعني لا تعطيه اهتمام ولا تعلق ولا اي حاجه، اعمل له بصبعك كده يخش ومت. طبعا يعني لا اكتمكم سر، ما بقى قعدت منتظر يوم الاحد القادم محاضرة الساعة 8 دي عشان اخلص كل الايه المرات اللي انا كنت مستفز فيها. صاحبنا لما جه، فانا طبعا ايه يعني استمريت في شرحي، شاورت له كده بايدي واستمريت في الشرح دون ان اوجه اليه اي كلمة. بقيت ملاحظ بقى ان الولد ايه يعني جاي قدام مني كده وبيشد ولسان حاله يقول لي الله انت مش هتوبخني؟ انت مش هتلومني؟ ولا اي شيء. الحضرة اللي بعدها نفس الطريقه، المحاضره اللي بعدها الثالثه دخلت لقيته قاعد في قلب الايه؟ سبقني وسبق زملائه قاعد في قلب الايه؟ انا بقول الكلام ده ليه ابنائي وبناتي؟ خليكم معايا. من اول محاضره اتفقنا على ان الاداره علم ولا فن؟ الاداره علم وفن، ولكن جانب الفن اكثر من جانب العلم، يعني الاداره فن اكثر من كونها علم. بيبقى عندنا مبادئ وقعدنا نقول الحوافز، وانا كمدير استخدم الحوافز في تحريك سلوكيات العاملين وكده. الفن بقى في الاستخدام، ما هو انت احنا بنستخدم الحوافز دي وبنثير الدوافع ليه؟ لاننا ابنائي وبناتي نريد سلوكا مرغوبا. هذا السلوك المرغوب زي ما قلت لكم بيحقق حاجتين، هذا السلوك المرغوب هيحقق لنا حاجتين، يحقق لي كفاءه في الانتاج ويحقق لي رضا لدى العاملين. اذا لم تتحقق النتيجه يبقى ايه الفايده؟ يبقى الحوافز بتاعتنا او الدوافع اللي استخدمناها لم تكن فعاله، لم تؤدي الى النتيجه اللي احنا بنسعى اليها. عشان كده بقول لك الفن، ونبقى فاهمين متى انا احيانا يبقى عندي حافز سلبي ان انا اوقع عقوبه على العامل الفلاني، لكن بجد ايه؟ ما بشوف الريكورد، بشوف السجل بتاع هذا العامل، بجد انه طول عمره منضبط وبيؤدي اداء جيد، وان دي اول غلطه. يقوم هنا ايه يسموها التعزيز السالب. التعزيز السالب، اقول له يا فلان انت يجب ان توقع عليك عقوبه كذا كذا، ولكن نظرا لسجلك وانك انت راجل منضبط وهو الى اخره فلن اوقع عليك الايه العقوبه. يبقى اذا هنا ايه انا اوقفت ده، ما يجي كده القضاء يقول احنا بنحكم على فلان ده مثلا بعقوبه كذا مع وقف التنفيذ لاسباب وراءها. احنا برضو في الحوافز بنستخدم نوع من الحوافز اللي بتقول ايه؟ لا والله، زي برضو التعزيز الموجب، ان احنا بنقول اضافة الى كذا انت خدت كذا، لكن احنا بنضيف اليها كذا، او بنؤكد على كذا، بنديله مكافأة مادية وايضا نعطيه مكافأة معنوية او الى اخره، دي بنسميها. انا ما اريد قوله انه ابنائي وبناتي هذه فنون في التعامل مع السلوك، خاصة ان انا بقول لكم مسألة صعبة، السلوك صعب، الحوافز والدوافع صعبة، صعبة الملاحظة وصعبة القياس وصعبة قياس النتيجة. ولازم يبقى أنا كمدير قدام مني الهدف الذي أسعى إليه وهو هدف مزدوج. أنا عاوز كفاءة في الإنتاج وعاوز معنويات مرتفعة، لازم العامل يبقى راضي ويشعر أنه مشبع معنويا من انتمائه لهذه المنظمة. واضح هذا الكلام أبنائي وبناتي؟ احنا بعد شويه هيبقى عندنا الجزء اللي بتسالوني فيه، ارجو اللي عنده اي اسئله يجهزها عشان تسالوني فيها ان شاء الله. ناتي بقى الى يعني اهم النقاط من وجهه نظري، ان احنا ننظر من منظور الاسلامي. يعني احنا قاعدين وخلي بالكم قلنا ابراهام مظلوم جروجر وروزنبرج ونتكلم على الناس اللي يعني، لكن اريد ان اقول ان احنا برضو لدينا في تراثنا هذه الاشياء، لنا ما عندناش يعني ما يتعارض مع لكن ربما احنا يعني لم ندرك الادراك الصحيح فبنضطر نلجا الى العلماء الغربيين.
الإسلام يسلم بأن للإنسان حاجاته. ولسه قايل لكم دلوقتي سورة إيلاف قريش، وقايل لكم الحديث الذي رأيته عن رسولنا صلوات الله عليه، واللي منه ومن الآية من السورة الكريمة استنبطنا إن حاجات الإنسان حاجات مادية ومعنوية. الإنسان يعني بيسلم بأنه حاجات الإنسان مادية ومعنوية. ولا الإسلام يقبل إيه؟ يقبل أن يقوم الفرد بإشباع حاجاته، يعني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أنا يعني أنا صحيح مش لست فقيها ولا كده، لكن يعني عاوز أقول أنا هو أنا كفهمي للإدارة وفهمي لطبيعة عقيدتي، الإسلام يسلم بأنه للإنسان حاجاته المادية والمعنوية، وهو يقبل أن يقوم الإنسان بإشباع حاجاته، بس بشرط شرط ألا تطغى الحاجات المادية على الحاجات الروحية، يعني لازم يبقى في التوازن. طب ما احنا بنقول هي لأنه التوازن هو ده سمة خلق الإنسان، إن يبقى في توازن ما بين الحاجات، وإلا لو قلنا لا ده نشتغل على الحاجات المادية يبقى كأنه الإسلام بينتصر لنظرية إكس. يعني احنا بقى لما جينا في اكس وواي وزد، في اكس وواي وزد ايه؟ الله توافقنا بقى مع فعلا مع ما غرسه فينا الاسلام، الانسان قال حاجات ماديه وحاجات معنويه، واجب ان احنا نعمل نوع من التوازن ما بين اشباع الحاجات الماديه واشباع الحاجات المعنويه، وسلم لنا الانسان بان احنا ايه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، يعني واخدين بال حضراتكم التوازن قضيه مهمه جدا في رأي الإسلام، وهذا هو أيضا اللي يعني الفكر الغربي بيصل إليه، إنه مسألة التوازن وإنه الإنسان لا يقدرش نميل كده ولا نميل كده، لابد إن يبقى فيه توازن ما بين الإيه الاثنين. إحنا بقى نتميز نقول إيه؟ أن الإيمان هو المسيطر والموجه لسلوك الفرد. يعني إحنا بقى لأنه يعني برضو أنا دايما أقول يا إخوانا لما رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. المسطرة بقى اللي موجودة دي اللي بتعرفني الصواب والخطأ والحلال والحرام، طالما كانت دي موجودة كبوصلة في دماغي، بوصلة في دماغي معرفاني إيه الحلال والحرام، إيه الصواب وإيه الخطأ، يبقى في هذه الحالة لابد أن يكون إيماني هو المسيطر والموجه للسلوك. ما اقول لك يعني ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، يقول لنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون الى، يعني اخدين بال حضراتكم ده معناه ايه؟ معناه ان الجانب الايماني هو ده اللي بيحركني ده اللي، وعشان كده كان من الاشياء الجميله ان احنا دايما ايه بنتواصل بيها، ان احنا دايما نحتسب عملنا لله سبحانه وتعالى. القضيه بالنسبه لك قضيه ايمانيه، انت بتعمل وتكد وتخرج ليس انتظارا لمجرد ان يعني بضعه دراهم، لكن ايضا انت تعلم ان هناك ثواب الله سبحانه وتعالى، وده المحرك الاساسي بالنسبه لك، وده اللي بيحفزك، وده اللي بيخليك. عشان كده لما كنا بنتكلم على الرضا وعدم الرضا، لو انه الايمان هو المسيطر عليك فان درجه الرضا بتبقى اعلى في هذه الحاله. ايضا من افكارنا في الاسلام، المفهوم الاسلامي لحاجات الافراد، ان الاسلام يهتم بتوفير الامن للانسان في كل زمان وفي كل مكان. يعني اطعمها من بإيلاف قريش إيلافهم، بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامن. شوفوا على الشق الثاني على طول الرسول صلى الله عليه يقول لك ان من بات امن، يبدا بالامن، امنا في سربه. يبقى مساله الامن بالنسبه لفكرنا الاسلامي دي قضيه محوريه، والاسلام يهتم بتوفير الامان وتوفير الامن للانسان في وضعه الحالي وفي وضعه المستقبلي. وكانه الاسلام يقر ايضا ان الامان قضيه جوهريه وحاجه جوهريه، وبيقول لنا لابد الامن الوظيفي والامن المجتمعي والامن الحياتي والامن، يعني كل انواع الامن دي الاسلام يحض ويهتم بتوفيرها للانسان في ظروفه الحاليه وظروفه المستقبليه. الاسلام ايضا
بيعول كثيرا على اشباع الحاجات الاجتماعيه للافراد، فهي شيء اساسي وجزء اساسي ومكون اساسي وضروري في الاسلام. لما يروى عن الرسول صلى الله عليه، انا بقول الاشياء دي كده يعني بشكل سريع بالنسبه لكم وانتم ابخص فيها مني يعني، لكن بنذكر بعضنا البعض. لما اقول لك والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. لما قال من المؤمن، او لما الذي لا يامن جاره بوائقه، اشياء كثيره جدا اللي بتتكلم بقى على الانسان في المنظومه الاجتماعيه. الانسان في احب لاخيك ما تحبه لنفسك، يعني دي كلها ايه؟ قواعد وقيم ثقافيه وسلوكيه بالنسبه لنا كلها بتؤكد او بتنبع منه ان الاسلام بيرى ان الانسان حاجات، ولا غضب في ان الانسان يسعى الى اشباع حاجاته، بس شرطه التوازن ما بين الحاجات الماديه والحاجات الروحيه والمعنويه، وان يكون الايمان هو ده بؤره التركيز، ده البوصله الاساسيه التي توجه سلوكنا، مع التركيز على نوعين من الحاجه للانتماء، حاجات اجتماعيه والحاجه الى الامن بكل انواعه وفي كل الازمنه. دي كلها افكار بتعتبر ثوابت وبتعتبر ركائز اساسيه في فكرنا الايه؟ في فكرنا الاسلامي. لما نيجي نشوف بقى الايمان كدافع لسلوك الافراد. الايمان كدافع لسلوك الافراد. يعني مش الايه؟ مش الـ مجرد الاحساس بالجوع، مش مجرد الرغبه في الانتماء، مش انا ممكن انتمي ولكن اتعالى على الاخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ليس لعربي فضل على اعجمي الا بالتقوى، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انا عندي حاجه الانتماء هو عاوز انتمي، لكن في نفس الوقت الانتماء ما يجعلش انه في حد مننا بيتعالى على الاخرين. فالايمان هنا له دوره الفعال في صياغه مفهومنا الاسلامي لحاجات الافراد، حاجاتنا الماديه وحاجاتنا المعنويه وحاجاتنا لتحقيق الذات وحاجاتنا للانجاز، كل هذه الامور الاسلام بيسلم بها ولا وبيحضنا على اشباعها وبيوافق على ان احنا نشبعها، ولكن فقط في اطار الضوابط الشرعيه. والايمان محرك مستديم للسلوك، بعكس بقى الايه؟ دفع اخرى. انا جعان، لكن لما اكل خلاص انتهى الجوع. انا حاسس مش عارف ايه، انا ايه. هذه الاشياء هي مسائل وقتيه، اما الايمان فهو مساله ثابته. وعشان كده دايما ايه بتبقى اقول لك دي المسطره اللي انت ده المقياس اللي انت ده البوصله التي ستضبط سلوك الفرد في العمل وفي الجماعه وسلوكه كفرد وفي يعني في اطر متعدده. الايمان ده بيبقى الايه؟ البوصله الاساسيه التي تحرك سلوكه. والايمان يحرك السلوك حتى لو لم تشبع الحاجات، حتى لو لم تشبع الحاجات. يعني ايه؟ نخلي بالنا انه في كل النظريات الوضعيه بنقول والله لما يتحقق الحافز ده او الدافع ده يحدث سلوك معين. لما تشبع الحاجات الانسان يعمل وينتج. في ظل الايمان يقول لك لا انا بفعل واحتسب. يعني بيحرك سلوكي، يجعلني اقبل السلوك الصحيح، السلوك المرغوب حتى لو لم تشبع الحاجات. لانه زي ما قلنا ايه؟ عنصر الاستدامه في الايمان بيبقى ايه؟ متوافر بالنسبه لنا كدافع مهم. هناك حوافز تحريك السلوك في الاسلام دايما ايه؟ زي ما قلت لكم انه بنحاول ان احنا نعود الى التوازن ونشبع النقص اللي موجود علينا باقصى كفاءه، لان الاسلام يحضنا على الاداء باعلى جوده. يعني حتى ايه؟ نهينا عن يعني عن سلوكيات معينه، سلوكيات غير مرغوبه والى اخره، ودعينا الى سلوكيات اخرى مرغوبه. لما تيجي تفسرها بمفهوم اداري بتجد انها بتحض على الاداء الافضل، بتحض على الكفاءه الاعلى، بتحض على الفعاليه الافضل وهكذا. طب بقى المجتمع والايمان. دوري ايه انا بقى كمجتمع او كمدير؟ استطيع ان العب دورا في تقويه الحاجه للايمان، لان انا قلت الايمان ثابت.
الايمان محرك ايه؟ مستديم. الايمان موجه قوي. طب ازاي بقى ننمي الحاجه للايمان؟ عن طريق سياسه التعليم والتدريب، يعني دايما عمليه التوعيه، عمليه التعليم، وعمليه التدريب، وعمليه الترسيخ الفكره اللي انا بقول لك عليها، اللي هي البوصله الايمانيه، انك بتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، انك انت بتراعي ان الله يراك والله يحاسبك، وانه ادائك انت ستحاسب عليه، سواء الناس شافته او ما شافتوش، يبقى المساله مش للبشر فقط ولكن لله سبحانه وتعالى. كما يمكن تحريك سلوكيات الافراد من خلال صياغه سياسات اسلاميه اداريه مع مراعاه حد ادنى من السلوك الاسلامي عند اختيار التعليم. لسه كنت بكلمكم لما قلت لكم الرسول صلى الله عليه يقول لنا ايه؟ انه من ولى احد امرا من امور المسلمين وهو يعلم ان فيهم من هو افضل منه فقد خان الله امانته والمسلمين. دي سياسات اداريه في الاسلام اهو. القران لما بيحكي لنا قصه سيدنا موسى يقول ان خير من استاجرت القوي الامين. لما بيحكي لنا قصه ان جعلني على خزائن الارض، معايا حضراتكم؟ بيحكي لنا قصه سيدنا ده. يعني هناك معايير، انا استنبط هذه المعايير في تعاملي، في اختياراتي، في توجيهي للسلوك، في تحفيزي، في اثاره الدفعيه لدى الافراد. لابد ان يكون، يعني احنا زي ما بقول ايه، لدينا ما ليس لدى الاخرين. يعني الاخرين بيحاولوا، لكن انا عندي الايه؟ الثروه الجاهزه التي استطيع من خلالها ان انا احرك الافراد تحريكا قويا، واحقق افضل الايه؟ النتائج، او افضل اداء، او افضل جوده ممكن. اخر حاجه بقى عاوز اقول لحضراتكم عليها، 7 شروط يجب مراعاتهم عند تصميم نظام الحوافز. 7 شروط يجب ان احنا نراعيهم، وده بقى من منظور اسلامي. من منظور اسلامي لازم عندنا، وانا احط نظام للتحفيز، نظام اداري للتحفيز، اراعي بقى 7 شروط الاسلاميه. اول حاجه تقويم الوظائف، تقويم الوظائف اللي كنت بحكي لكم عليها. انا بدي البرنامج التدريبي 2 زملاء دارسين مع بعض، بيقوموا بنفس الوظيفه في نفس الشركه، واحد بياخد اعلى، برغم ان الفرق، قلت لكم فرق يعني 100 ريال ما قيمتها، لكن الاحساس بالعدل. فاذا الاسلام هنا بيحضنا، واحنا بنحط نظام للحوافز ان يكون نظاما عادلا. نظام عادل يعني ايه؟ يعني الناس اللي تشتغل تحت نفس الظروف لنفس المهمه وهم بنفس التاهيل، يجب ان يحصلوا على نفس الايه؟ العائد. لا، طب متى يحصل التفاوت؟ يحصل تفاوت الاجر حين تتفاوت المسؤوليات. لما يكون انا عندي مسؤوليه اعلى من اللي عندي حضرتك، يبقى لابد ان يكون المقابل الذي احصل عليه اعلى مما تحصل عليه، والعكس بالعكس. يعني لازم نقول ايه؟ انه تتساوى في حاله تساوي الظروف، وتختلف في حاله اختلاف الظروف والمسؤوليات. يبقى العدل والتكافؤ ده مساله مهمه جدا. العنصر الثالث او الشرط الثالث، ان الانسان لا يحيا بالخبز وحده. لا تطغى المحفزات الماديه على المحفزات المعنويه. لابد ان يكون هناك توازن، وزي ما قلنا ان احنا بنسعى الى اشباع الحاجات الانسان، نشبعها دون ان تطغى الحاجات الماديه على الحاجات المعنويه. الشرط الرابع ايضا اسلاميا، هو اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. يعني من ايه؟ لا نسوف في اعطاء الناس حقوقها، وفي يعني لا، لابد ان الناس تحصل على حقوقها وقت ان تنتهي من عمل. اعطي الاجير اجره او حقه قبل ان يجف عرقه. بيقولوا برضو النهارده، يعني من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها ونبقى فاهمينها في الاسلام، اللي هي عمليه التخيير. عمليه الايه؟ التخيير، ان يكون للانسان حق اختيار من حوافز معينه. وده مفهوم احنا بناخده من الاسلام، ولكن هو ايضا ايه؟ مفهوم حديث النهارده، وبتتبناه كل النظم الايه؟ الاداريه. فلا بد ان يكون هناك ايه؟ حريه للفرد في اختيار الحوافز التي تناسب. ايضا من الشرط السادس بالنسبه لنا من منظور اسلامي عند تصميم نظام الحوافز، هي المساعده والدعم. يعني احنا بنساند وبندعم الفرد، واحنا بنسعى حاطين نظام الحفظ، ويهمنا ان يحصل على اعلى قدر من الحفظ. بنوفر له بيئه مسنده، بنوفر له دعم، بنوفر له تدريب، بنوفر له تنميه، بنوفر له ظروف تساعده على ان ينجز اعلى انجاز ويحصل على افضل الحفظ. العنصر الاخير او الشرط الاخير اللي عندنا، اللي هو تقويه دافع الايمان الفردي.
يا اخوانا اللي انا بسميها البوصله، ان الانسان من داخله عنده الحافز اللي بيوجهه وعنده الدافع اللي بيوجهه وعنده البوصله اللي بتضبط سلوكه محتسبا عند الله سبحانه وتعالى، وبيسمى يعلم ان الله يراقبه وليس مجرد مراقبه من قبل البشر فقط. ابنائي وبناتي الاعزاء والعزيزات، ارجو الا اكون قد اثقلت عليكم، بشكركم لحسن انصاتكم وامل ان القاكم على الخير دائما، ويسعدني ان احصل منكم على اي اتصالات او اي ملاحظات. شكرا لحضرتك. انا بانتظار اي ملاحظات يا شباب. سلام. سلام دكتور. اهلا وسهلا يا مرحبا. دكتور عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، إني أنا دخلت الساعة 4:15، يحسب لي درجة كاملة؟ نعم. أنا دخولي سجل دخولي الساعة 4:15، يحسب لي الدرجة الكاملة؟ يا ابنتي العزيزة، أنا لا يحيى المرء بخبز واحد. انت الحقيقه احبطتني، يعني مساله الدرجه ولا مساله المحاضره؟ على العموم، على العموم خليكي معايا، خليكي معايا، انت لكم عندي في الاعمال الفصليه 30 درجه. ماشي، انا مخصصها لكم كلها 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 على المناقشه وعلى الواجبات. يعني عشان عارف ان في حد ظروف وجاء متاخر، الشبكه عنده كده، فما بربطش بيه. دي عندك 30 درجه، يمكن منهم 15 درجه للمناقشه، مجرد تخش المناقشه بتاخد 15 درجه. وانتوا عاوزيننا عندكم دلوقتي المناقشه الخمسه، واخدت واجب ويلزمكم واجب كمان، فال 30 درجه يعني مضمونين بصرف النظر حضرتك دخلت المحاضره او ما دخلتهاش. طيب دكتور، بخصوص الملخصات، يعني اقدر اخذها من مكتبة ولا ما يحتاج؟ انا لا اعرف شيئا عن الملخصات. يا طيب، ما اقدر اني اخذها من مكتبة دكتور يعني ولا ما يحتاج؟ انا ما اعرفهاش، انا ما اعرفش ايه بالظبط، ما شفتهاش ولا علم لي بيها. وانا بقول الفيصل بيني وبينكم هي الشفافات اللي موجوده في سلايد. طيب بس تشوف الانسب يعني يا دكتور، بس يعني نعم ابيك تشوف شنو الانسب يعني حد المذاكرة، يعني اني اضطر اني اخذها من بلاك بورد او اني اخذها من المكتبة. ما انا ما شفتش اللي في المكتبة، احكم عليها ازاي؟ احكم عليها ازاي؟ اللي انا مسؤول عنه وهو الفيصل بيني وبينك اللي في البلاك بورد. اوكي، مشكور دكتور. تحت امرك يا ستي. سهل علينا ازاي؟ خير طبعا ان شاء الله. زي ما اتفقت معاكم، في ملخص نهائي، مش فاهم يعني ايه في ملخص نهائي ده يعني ايه، لكن في محاضره اراجع اديكم نماذج للاسئله واعرفكم التريكس اللي بتيجي فيها ازاي، ده تدريب. لكن ملخص على الملخص، ما احنا عاملين ملخص، ويكفي ان انا قلت لكم ان انا بستخدم الشرايح، ما بستخدمش الايه يعني الكتاب، لانه الكتاب مش متوفر عند كل الناس. كم استاذ من التعداد، كم فقره نحفظ؟ يعني ايه مش فاهم والله. والتعريف نحفظها إيه؟ ما انا ما بقولش احفظ، بقول دايما الفهم. ومن اول محاضره قلت يا اخوانا احنا بنعتمد على الفهم، انا مش ما بعتمدش على الحفظ قد ما بعتمد على الفهم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بداية يا دكتور الله يعطيك العافية، جزاك الله خير على شرحك الممتع الذي يعني فوق الوصف. جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير. اهو يا خلي بالك اللي انت عملته دلوقتي ده حفز معنوي لا يقدر بمال، جزاك الله كل خير. الله يجزيك الخير يا دكتور. دكتور في اسمح لي، عندي مجموعة أسئلة بسيطة أحب أطرحها في البداية، ثم بعدين حضرتك بإمكانك تجاوب عليها. السؤال الأول يا دكتور، العلاقة بين سهولة التخطيط وبين التكلفة. سهولة التخطيط والتكلفة. نعم. السؤال الثاني يا دكتور، بالنسبة لنظرية اكس وواي لماكريغور،
هل ماجريجور بينتمي الى المدرسه الكلاسيكيه التقليديه؟ نعم ماجريجور. ها ماشي. نعم. السؤال الاخر يا دكتور، تفضل. الله يجزيك الله. بالنسبه لسهوله التخطيط في مشاركة التخطيط، هل المشاركة الجماعية في التخطيط بتؤدي في معظم الأحيان إلى سهولة التنفيذ، أم أحيانا ممكن يكون في يعني عوائق أو شيء من هذا القبيل يعني؟ تمام. في سؤال أخير يا دكتور، تفضل. يجي يسمى الصوان يا دكتور. الله يجزيك الخير دكتور. بالنسبة دكتور، سؤال فني فقط يعني، بالنسبة للواجب الأول، هل الشخص لما يجيب في درجة مثلا عالية ثم بعدين يحاول مرة أخرى يجيب درجة أقل منها، هل ايش اللي بتنحسب يعني؟ ايش الدرجة اللي تنحسب؟ لا الدرجة اللي بتنحسب عادة تحت امرك. جزاك الله كل خير. طيب هبدأ بالسؤال الاخراني. لو انت تعددت محاولاتك مع الواجب وفي المحاولات دي اخذت عدة درجات، يعني اختلفت الدرجات مرة ثلاثة ومرة اربعة ومرة خمسة، كانت خمسة وبعدين اربعة وبعدين ثلاثة، يبقى انا هاخد ان النظام على طول بياخد اعلى درجة، النظام بيحسب لك اعلى درجة، يبقى دي نقطة فنية ومفترض ان النظام بيحسب لك اعلى درجه. نيجي على النقاط الثلاثه اللي حضرتك بتسالني فيهم. سهوله التخطيط والتكلفه، العلاقه بين سهوله التخطيط والتكلفه ونظريه اكس واي ومجروجر، وسهوله التخطيط والمشاركه، سهوله المشاركه في سهوله التنفيذ. طب خلينا ناخد برضو من المشاركه وسهوله التنفيذ. المشاركه يعني ايه؟ يعني انا وحضرتك واحنا اربعه خمسه كل منا ادنى بدلو في التخطيط، بنحدد هدف وبنحدد وسيله للوصول الى هذا الهدف. لما عندنا طريقتين، يا اما طريقه المشاركه يعني انت يبقى لك راي وانا ليا راي ونجتمع على رؤيه معينه، ينتج عن كده ان الخطه اللي هي عباره، خلي بالك، هدف ووسيله للوصول لهذا الهدف اصبحت نتاج نحن جماعه، انا وانت بنشعر اننا قد بذلنا جهدنا في تحديدها، اذا سيكون لدينا الحماس للتنفيذ، سيكون لدينا الرغبه والاخلاص للتنفيذ. هذا سينعكس انه لما تواجهنا مشاكل نستطيع ان احنا نتعامل معها ونتغلب عليها. بينما لو انه المدير بتاعنا قعد وقال انت يا عبد القادر اعمل كذا وانت يا فيصل اعمل كذا، ففرضت علينا، احنا غير مقتنعين، لن نتحمس. ولما تبقى في معوقات سنجعل المعوقات تعوق الايه؟ العمل يعني. فاحنا دايما بندعو للمشاركه والاداء الجماعي لانه ده بيساعد على سهوله التنفيذ والتغلب على العقبات، بل وبعضها كمان بيساعد على ان احنا ايه؟ نتوقع العقبات من امامنا. فيما يتعلق بنظريات الاكس وواي، النظريتين دول برضه بينسبوا لماجروجر، وهم النظريتين بالتالي النظريتين ومن ثم ماجروجر بينتموا الى المدرسه الكلاسيكيه. وعشان كده انت تلاحظ بعد كده انه لما جت مدرسه العلاقات الانسانيه والتون مايو لما عمل تجارب الهاوثر اخضع هذه النظريات عشان يشوف الكلام ده صح ولا غلط. سالت سهوله التخطيط. طب انا بكمل، ما انا مش انا بشرح ولا السؤال ده له هو؟ عليكم السلام ورحمه الله، تديني بس فرصه. سهوله التخطيط والتكلفه، يعني انا مش فاهم العلاقه بينهم شكلها ايه، لكن احنا بالنسبه لنا التكلفه قيد، التكلفه بتبقى قيد بالنسبه لي، يعني انا بحط خطتي على ضوء التكلفه المتاحه بالنسبه لي، فما ينفعش يبقى التخطيط سهل ولا صعب. لا هو انا وانا بحط خطتي يعني بحدد اهدافي وطريقه الوصول لهذه الاهداف وتوزيع المسؤوليات بيبقى على ضوء قيد معين اللي هو ضوء التكلفه. شكرا ابني العزيز. انا بس عاوز اقول هنا، حاضر حاضر يا دكتور العزيزه.